موسم الحوامر. يبتدي موسم الحوامر في البحرين من نهاية شهر 4 إلى نهاية شهر 6، ساعات يوصل لـ7، وأكثر شيء قبل كان ينصاد في الحد وشوي في حضور قلالي وشوي في حضور سترة، ويقولون هالسترة كانوا يصيدون منه وايد، إلا أنه يسمك وايد حلوة ولذيذة. صدق أنها هي صغيرة لكنها بالفعل وايد قوية. واليوم أنا جاي أذكرك أنه بدأ موسمها وسمك دسمة، وفي العالم العربي يسمونها سلطان إبراهيم، وحدها دقيقة ونص على كل وجه، لا تكثر، وحط لك تومر عشان تضبط الوقت عدل وسيلة قلبه لا يحترق وينشف، وبسرعة شيله ولفه في قصدير عشان يعرق. تحق الراس وتكسره كذي، والبطن ذي اللي مو بعاجبك ساوله كذي، وهذه تيله من هني، هذا المفتوح شوف شلون تقشر وياك كنا جلاده، وهذا هو بلح الحوامر حتى بدون عيش وايد حلو. قول عليه بسم الله. في المخ ترى الدنيا موقفت على الصافي والحوامر حلو برز.